سيندروم، وادي احنا جاوبنا لك، وادي احنا كده خلينا الدرجه ما تضيعش منك. نكمل الفارماكولوجيكال افكتس. نيجي بقى على الاميون سيستم. الكورتيزون معروف، كل الناس عارفه ان الكورتيزون بيروح له انتي اميونولوجيكال وانتي انفلاماتوري افكتس. انتي اميونولوجيكال وانتي انفلاماتوري يعني بيعمل انهيبيشن للايه، للاثنين، للاميون سيستم وللايه، للانفلاماتوري ميدييتورز. نمسك واحده واحده كده. انا عندي الاميون سيستم فيه خلايا كتير جدا، بس احنا مش هنتكلم على كل الخلايا، يعني ايه رحمه بيك، هنتكلم بس على البي سيلز والتي سيلز والماكروفيج والماست سيلز. اربع انواع من الخلايا بتيجي سيرتهم كتير في المنهج وانت بتذاكر. البي سيلز دي كانت وظيفتها ايه لو انت مذاكر اميونولوجي؟ البي سيلز دي كانت بتطلع الانتي بوديز، الانتي بوديز اللي بتروح تهاجم البكتيريا والفيروسات. طيب مبدئيا كده نمره واحد، الكورتيزون يروح للبي سيلز ويقول لها متشكرين جدا، شكر الله، يسلم عليها كده ويقول لها شكر الله سعيك، ما عدناش عايزين انتي بوديز. يبقى كاننا بنعمل انهيبيشن للانتيجين انتي بودي رياكشن. هذا نمره واحد. يروح كمان الكورتيزون على التي سيلز. التي سيلز كانت وظيفتها ايه؟ كانت بتطلع عيله كده من السيتوكاينز، اللي هو الايه، السيتوكاينز اللي تشمل انترلوكينز، انترفيرونز، يعني كل واحده من دي منها سب تايبس، انترلوكينز وانترفيرون، وحاجه اسمها تيومر نيكروزيس فاكتور، وترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، وبلاتلت درايفد جروث فاكتورز، وكتير حاجات كتير اسمها سيتوكاينز. كويس، السيتوكاينز دي هي دي الحاجات اللي بتتحكم في الاميون سيستم، وهي دي الكيميكال مسجز اللي بتعرف كل خليه تعمل ايه وقت الازمه. الكورتيزون يروح للتي سيلز يسلم عليها برضو ويقول لها متشكرين جدا، شكر الله يسعيك، من فضلك مش عايزين سيتوكاينز. الله. طيب التي سيلز تقول له طب بس ده احنا عندنا مشاكل وعندنا فيروسات وعندنا حاجات، تقول لها والله لا فيروسات ولا عايزين نسمع السيره دي، بطلي وخلاص. نيجي على الماكروفيج. الماكروفيج دي لو انت فاكر كنا بنرسمها كده، وكان جواها حاجه كده اسمها ايه، يعني زي فيزيكلز كده، جواها لايزوزايمز، يعني انزيمات مذيبه للبروتينات، بتستخدمها الماكروفيج اما تحب تهاجم بكتيريا، تقوم ايه مفرقعه الايه الفيزيكلز دي، يطلع اللايزوزايم تدوب البكتيريا. الكورتيزون يروح للماكروفيج يسلم برضو السلام اللي انت عارفه، يقول لها متشكرين جدا، والله احنا ما عدناش عايزين اللايزوزايمز دي تخرج خالص ولا عايزين منك حاجه خالص. طب والبكتيريا؟ طب والانفكشن؟ الكورتيزون يقول لا والله ماليش دعوه بالقصه دي، انا وظيفتي ان انا اعمل لكم كلكم انهبيشن وماليش دعوه، ما اعرفش انا على بكتيريا ولا اعرف فيروس، كلكم تقفوا. فبيعمل استابيلايزيشن لللايزوزومال ممبرين. كلمه استابيلايزيشن يعني ايه؟ يعني يخلي الماكروفاج ما تفرقعش، ما تطلعش الايه الحرب الكيماويه اللي جواها دي. يجي للماست سيلز، كنت بتطلع ايه يا ماست سيلز؟ تقول له انا وظيفتي والله هيستامين، ده انا غلبانه خالص، يعني ده يا دوب هيستامين كده وخلاص، شويه اليرجي. يقول لها برضو والله نفس الحكايه برضو، شاكرين مش عايزين والله لا هيستامين ولا عايزين نسمع ولا سيروتونين ولا عايزين نسمع كل الميدييتورز دي. الله، ده كان الكورتيزون بروح للاميون سيستم يقفله كله. الاجابه يس. الله، طب والانفكشن؟ انفكشن ايه؟ انت لو عيان عنده انفكشن وخد كورتيزون هيتبهدل، لان انت موقف له الاميون سيستم كله. ده ما فيش، ده انا شرحت لك اربعه بس، انا ما شرحت لكش 40 غيرهم. يعني كل السيلز بتاعت الاميون سيستم تقريبا في وجود الكورتيزون بتتعطل تماما، يعني وطبعا يحصل في ليرنج الانفكشن وهتتبهدل. مش بس كده، ده يروح لانزيم مهم جدا كان اسمه فوسفولايبيز A2. لو انت مذاكر وفاكر سيرته جت فين، سيرته جت واحنا بنشرح في شابتر الاوتاكويد. هذا الانزيم كان بيحول حاجه اسمها اراشيدونيك اسيد او اراكيدونيك اسيد، كان بيخليه يطلع او بيحوله الى كلمه بروستاجلاندينز وكلمه ليوكوتراينز لو انت فاكر، مش كده؟ كان انزيم اسمه فوسفولايبيز A2، او الانزيم اللي اسمه فوسفولايبيز A2 اللي بيخلي الجسم يكون بروستاجلاندين وليوكوتراين هو كمان انهبيتد، يعني كان جسمك مش هيطلع لا بروستاجلاندين ولا ليوكوتراين. فلو عندك انفلاميشن في اي حته في جسمك الانفلاميشن هيروح. الكلام اللي على السبوره ده وعلى الشاشه ده يبقى مهم وكويس جدا لو انا محتاجه. امتى هبقى محتاجه بقى؟ لو انا بعاني من حاجه اسمها اوتو اميون ديزيز. يعني ايه؟ يعني الاميون سيستم من غير داعي كده بيروح يهاجم التشو عندي، بيروح يبهدلني، يعني عامل لي مشكله. فيبقى من المنطقي انك تدي كورتيزون يهدي اللعب. انما لما يكون عندي انفكشن او عندي فيرال انفكشن يبقى من غير المنطقي خالص انك تدي كورتيزون. عموما احنا بنقول لك الكورتيزون بيعمل اللي على السبوره ده،
حضرتك بقى عينك في وسط راسك، انا ديني قلت لك القصه، انت بقى تستخدمها امتى او ما تستخدمهاش امتى، ده يعتمد على مهارتك الاكلينيكيه وايه انك تستخدم الدواء از اكلينيكال تول. نيجي للي بعده، النمره الثالثة، الكارديو فاسكولار سيستم. الكورتيزون معروف، كل الناس عارفه ان الكورتيزون بيرفع الضغط. طب بيرفع الضغط ليه؟ نمره واحد، ما انا لسه قايل لك انه بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن. هو مش الكورتيزون بيحبس الميه والملح في الجسم؟ اه طيب، ما هو الميه اللي اتحبست دي هتزود الانترافاسكولار فوليوم وترفع الضغط، منطقي جدا. مش بس كده، ارجع للاوتونوميك سيستم لما كنت بشرح لك زمان، وكنت بقول لك لو ده قطاع في ارتري او في بلاد فيزل كروس سيكشن، البلاد فيزل كان متبطن بايه؟ بسيلز كده كنا بنسميها اندوثيليال سيلز، مش كده؟ وماشي جوه البلاد، يعني ده بلاد ده قطاع في البلاد فيزل، وجواه البلاد، البلاد فيه ادرينالين، مش كده؟ ماشي شويه ادرينالين صغيرين وماشي نور ادرينالين، ودول كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا فازو كونستريكشن. الكلام ده بتاع الاوتونوميك. هل تعلم بقى ان الادرينالين والنور ادرينالين يعملوا فازو كونستريكشن اكتر في وجود ايون صوديوم؟ يعني كل ما يكون الصوديوم كتير في دمك، كل ما الادرينالين والنور ادرينالين يعملوا مور انتنس فازو كونستريكشن. الله، طب ما الكورتيزون بيحبس الصوديوم في دمي، مش هو بيعمل سولت ووتر ريتينشن؟ يعني بيخلي الصوديوم في دم كتير، ده معناه ان الادرينالين والنور ادرينالين هيعملوا لك فازو كونستريكشن اكتر من الطبيعي، فضيف دي للاسباب بتاعه الهايبرتنشن. فلو في حد بيقول لك ازاي الكورتيزون بيعمل هايبرتنشن او بيرفع الضغط، قول له بطريقتين. نمبر 1 انه بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن، نمبر 2 انه بيزود السنسيتيفيتي اوف ذا فاسكولار اندوثيليوم توارد سيركيوليتنج كاتيكولامين. ازاي؟ عن طريق انه بيحبس الصوديوم، والصوديوم هو اللي بيزود السنسيتيفيتي للايه؟ للفازو كونستريكشن. ادي نمره 1. نمره 2، الكورتيزون له كلمه انتي شوك افكت. انتي شوك يعني مضاد للصدمه. شوك يعني ايه؟ شوك يعني ضغط يوطى وقع على الارض وما عنديش تيشو برفيوجن. ده تعريف الشوك باختصار كده، لان احنا شرحناه بالتفصيل زمان. طيب انا لو ضغطي وطي ووقعت على الارض وجيت تقيس ضغطي تلاقيه ما فيش، تلاقيه مثلا 30 على والدياستول مش محسوس، وتيجي تلاقي ما عنديش تيشو برفيوجن والكدني مش واصل لها بلاد. الله، طب ما تديني كورتيزون وليكن مثلا هيدروكورتيزون. ليه؟ هو مش الهيدروكورتيزون ده كان بيعمل، هو له انتي انفلاماتوري افكت صح، وله كمان سولت اند ووتر ريتينشن. طب ما هو لما يبقى له سولت اند ووتر ريتينشن هيحبس الميه في جسمي ويصلح ضغطي. ده واحد. اتنين، هو مش من ضمن اسباب الشوك برضو قد يكون اللي عامل لي المشكله وموطي ضغطي؟ مش انت سمعت ان في حاجه اسمها سيبتك شوك؟ والسيبتك شوك دي اللي بيعملها اللي هو الانفلاماتوري ميدياتورز، كان بيطلع حاجه اسمها تيومر نيكروزس فاكتور الفا، كانت وحاجات تانية كانت بتطلع تعمل السيبتك شوك وتخلي الضغط يوطى والبني ادم يقع يفقد وعيه. طيب ما هو الكورتيزون كمان بيقلل الانفلاماتوري ميدياتورز اللي هي جزء او قد تكون جزء من الباثوفيسيولوجي بتاع الشوك. يبقى ايه؟ احنا بنفصل كل كلمة ويعني وسببها ايه، عشان لو حد بيسألك بيقول لك ازاي الكورتيزون انا يعني ايه فايدته في الشوك، قول له والله الكورتيزون ده بيعمل سولت ووتر ريتينشن فيصلح الهايبوتينشن. اتنين، قد يكون الشوك سيبتك شوك وقد يكون داخل في الباثوفيسيولوجي بتاعها حاجة زي التيومر نيكروزيس فاكتور، وانا بقلله لان الكورتيزون له انتي انفلاماتوري افكت. مش بس كده، طب وافرض انها انافيلاكتيك شوك، طب ما الانافيلاكتيك شوك كان سببها هيستامين. طب انا لسه قايل لك من دقيقتين بس ان الكورتيزون برضو بيقلل الهيستامين ريليز من الماست سيلز، يعني اذا هو بيعالج الشوك من حيث انه نمره واحد رفع الضغط بالسولت ووتر ريتينشن، رقم اتنين انه قلل الريليز اوف انفلاماتوري ميدياتورز اللي قد تكون مسؤوله عن احداث الشوك. ناخد الصفحه اللي بعدها، نمره 4 اللي هي الايه، احنا ما زلنا بنتكلم في الفارماكولوجيكال افكت، عايشين معاها. نيجي على البلد، على الايه، على الهيماتولوجيك افكت اوف كورتيزون. والله الكورتيزون يعني بيعمل حاجتين، يعني حاجه كده ما تنساهاش ولانها يعني غريبه شويه وكتير بينسوها. الكورتيزون يا شباب بيروح للبون مارو ينبه او يزود حاجتين، ودي ما تنساهاش الله يكرمك، لان دي يعني 80% من الطلبه بتخرجوا وناسين المعلومه دي، ان الكورتيزون بيروح يزود الريد بلاد سيلز،
وبيزود عدد النيوتروفيلز، يعني نوعين من الخلايا الكورتيزون مش عدوهم، لا بالعكس بيزودهم من البون مارو. انما هو بقى يروح يقلل كل حاجة تاني، يعني يروح للبون مارو يقلل الإيسينوفيلز، يقلل التيلمفوسايت البيلمفوسايت، يقلل الديفرانشيشن الإكسبانشن، حاجات كتير. انما بالنسبة للريد بلاد سيل تحديدا والنيوتروفيل لا، هو بيزودهم. فعندي في جيبك الله يكرمك يعني هنحتاجها، مش النهاردة هنحتاجها بعدين. طيب الكواجوليشن فاكتورز هو بيزودها برضو الكورتيزون، وبيزود البلازما ليبيدز، ودي جت سيرتها من شويه، يعني الكوليسترول والترايجلسرايدز الكورتيزون مع الوقت بيزوده. على السي ان اس، والله الكورتيزون حضرتك جرب كده تديه لاي بني ادم لاول مره، تيجي تبص كده اول مره ماخد كورتيزون تلاقي جالي يوفوريا. يوفوريا يعني ايه؟ مزاجي بقى كويس وحاسس ان انا بقيت سنس اوف ويل بينج، يعني لو انا مريض باي مرض واديتني كورتيزون هحس ان انا بقيت كويس، يعني كما لو كانت خدت حقنة حاجة سحرية كده. انما للأسف مش هتطول الحكاية دي، لانها بتبقى دايما followed by depression. يعني في الاول الانسان يحس بان مزاجه كويس وسنس اوف ويل بينج وكل حاجة تمام، انما مع الوقت كده يجي له depression. طيب على الاي، الكورتيزون بيرفع ضغط العين اللي هو الانتراوكولار بريشر، كأنه بيعمل جلوكوما يعني. طب جلوكوما ليه؟ يعني ليه السبب؟ السبب ان هو بيقلل الدرينج بتاع الايكواس هيومر. انت عارف ان السائل اللي هو المية اللي جوه العين دي لها مسارات، يعني بتطلع من ابيثيليوم معين وبتمشي في مسار معين ويحصل لها درينج. اهو الكورتيزون بقى بيروح للمسارات بتاعت الدرينج يقفلها ويعمل لها دي جينريشن. فتلاقي الشخص اللي متعود ياخد كورتيزون قطرة مثلا، قطرة عين على مدى سنين طويلة، لا ده يصح بقى يراجع دكتور العيون من فترة للتانية كده ويشوف له ضغط عينه، لأن من المحتمل جدا إن الكورتيزون لو استخدم على فترات طويلة يقلل الدرينج اوف ايكواس هيومر ويرفع لنا ضغط العين. على البون احنا لسه قايلين من شوية، يعني إن شاء الله ما تكونش نسيت، احنا لسه قايلين من شوية إن الكورتيزون على البروتين بيعمل إيه؟ لو كاتابوليك افكت، يعني أي بروتين في جسمك الكورتيزون بيروح يكسره. طيب ما هو البون في نوع من البروتين اسمه كولاجين. طيب ما هو الكولاجين ده، ما هو احنا هنكسر الكولاجين، يعني احنا كاننا بنقلل البون ماتريكس اللي هي الكولاجين، لانه هي هي هيحصل له كاتابوليزم. وكمان بنزود الكالسيوم اكسكريشن. جرب كده تدي كورتيزون لعيان وتقيس اليورينري كالسيوم، هتلاقي الكالسيوم اللي في الجسم بيتغسل وبينزل في اليورين. الله، كان اللي بياخد كورتيزون عظمه بيضعف بطريقتين. الطريقة الأولى إن الماتريكس نفسها اللي هي الكولاجين نفسه اللي في البون بيتكسر. اتنين، الكالسيوم كمان اللي موجود اللي هو المينرال اللي موجود في البون بيخرج عن طريق اليورين، وبالتالي مع الوقت الشخص هيصاب بأوستيو إيه؟ أوستيوبوروزيس اللي هو هشاشة في العظم. يحطها في جيبك عشان تبقى في الأدفيرس إفكتس. على الجروث والديفلوبمنت، والله لو طفل صغير بياخد كورتيزون لفترات طويلة توقع ان بيجي له جروث ريتارديشن، يعني النمو بتاعه هيبقى فيه مشكله. طب ليه؟ نمره واحد، لانه الكورتيزون لتالت مره بقول لك انه كاتابوليك على البروتين. فالشخص ازاي جسمه هينمو اذا كان الكورتيزون عمال يكسر البروتين كل يوم؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، الكورتيزون بيقلل الريليز بتاع الجروث هرمون، يبقى انت عندك حاجتين هم يعملوا جروث ريتارديشن. دي كده تقريبا احنا استعرضنا معاك غالبية الحاجات المهمة في الفارماكولوجيكال افكتس. اتمنى تكون يعني لقط اللي احنا قلناه، عشان اللي احنا قلناه بقى هو ده اللي هيعتمد عليه الجزء اللي جاي. الكويس هناخده يبقى ثيرابيوتيك افكتس، والحاجات الوحشة من اللي احنا قلناها هنركنها على جنب وتبقى ادفيرس افكتس. ناخد الصفحة اللي بعدها اللي هي ايه بقى؟ الاستخدامات، استخدامات الكورتيزون. انا كاتب لك 9، لكن في الحقيقة هم ممكن يبقوا 90، وأنا مستحيل، أنا مستحيل أجيب لطالب سؤال في الامتحان أقول له كلمني عن استخدامات الكورتيزون، لأنه لو لطش أي استخدام في الدنيا هيطلع صح، لأن الكورتيزون إحنا بنستخدمه في حاجات كتير. أنا هدي لك أمثلة، هدي لك بعض الأمثلة وإنت بقى لك أن تتخيل، أنت ممكن بخيال يعني تروح بخيالك لأبعد من كده. أي انفلاماتوري ديزيز، شوف أنا بعمل إيه، أنا بجمع أي كلمة آيتس. ايتس يعني انفلاميشن اللي انت خدتها في الباثولوجي، يعني اي انفلاميشن في جسمك
الكورتيزون له انتي انفلاماتوري افكت. عد بقى حدث ولا حرج، يعني ايريدو سايكلايتس، نيورايتس، بنكرياتايتس، درماتايتس، هيباتايتس، اي ايتس في الدنيا كورتيزون. طب اتنين، اوتو اميون ديس اوردر، اللي هو جهاز المناعة عندك بيهاجم التشو. طيب ما احنا قلنا ان الكورتيزون له انتي اميونولوجيكال افكت، وبروح يعمل سبريشن للايه، اول انفلاماتوري واميون سيلز، زي مثلا فاسكولايتس، ألسراتيف كولايتس، الحاجات اللي هي ايه، الهيموليتيك انيميا، كل ما هو اوتو اميون ديزيز او روماتويد ارثرايتس او اس ال اي، كل ده ياخد كورتيزون. الرجيك كونديشن، ما هي الالرجي نوع من الانفلاميشن برضه. طيب ما رحناش بعيد، يعني ارتكاريا، برونكيا، الازمة، كل اكزيما، كل ما هو الرجي، لانه احنا قلنا ان الكورتيزون بيقلل الايه، الهيستامين ريليز من الماست سيلز، وبيقلل انفلاماتوري ميديتورز كلها. يبقى اي الرجي في جسمك كورتيزون على طول. يعني تحت كل عنوان من دول انت ممكن بقى تعد 20 مرض. يعني نيجي نمره 4، الاورجان ترانسبلانتيشن، اللي هم زارعين كلى وزارعين ليفر، لازم ياخد كورتيزون. ليه؟ لانه اميونو سبريسنت، ما احنا لسه قايلين. طب كويس، يعني هيمنع الايه، الجرافت ريجكشن. يعني احنا قاعده عندنا، اي عيان بيزرع كلى ولا بيزرع اي اورجان هو بياخد بروتوكول علاجي، بياخد ادويه متخصصه، انما اساسي فيها، اساسي في البروتوكول، لازم ياخد نوع من انواع الكورتيزونز. وانا لو بسالك، لو بنكشك بقى دلوقتي كده، طب هياخد انهي نوع من الكورتيزون بتاع الجرافت ده، اللي زرع كلى او اللي زرع ليفر، هياخد انهي نوع من الكورتيزون؟ اوعى تقول هيدروكورتيزون، الناس تضحك عليك، لان الهيدروكورتيزون ده كان ضعيف جدا كانتي انفلاماتوري وايميونو سبريسن. انما لو انا عايز بقى فعلا اشتغل بجد، ادي له كورتيزون من اللي هو كان له افكت قوي جدا على الانتي انفلاماتوري. يعني ادي له حاجه من عيله الديكساميثازون، بيتا ميثازون، بريدنيزولون، ميثايل بريدنيزولون، تراي امسينولون، كل دي تنفع. طيب نمره 5، از ريبليسمنت ثيرابي. ريبليسمنت ثيرابي فين؟ الناس اللي جسمهم ما بيطلعش كورتيزون كويس، في ناس عندهم كسل في السوبرا رينال جلاند، الناس اللي دول بنسميهم عندهم اديسون ديزيز، اللي شرحوه لك زمان في الفسيولوجي، قالوا لك في الفسيولوجي ان في مرض اسمه اديسون ديزيز. الاديسون ديزيز معناه ان الجلاند ما بتطلعش ايه، كورتيزون كفايه كويس، يعني عندنا ادرينو كورتيكال انسفيشن. طب والحل؟ الحل ان انا ادي لك سبليمنتري من بره، ادي لك ريبليسمنت، يعني ادي لك كورتيزون يساعدك، هزنقك برضو. طب لو انا عندي اديسون ديزيز وحضرتك بتعالجني، تختار لي انهي نوع من الكورتيزون من الثمانية اللي احنا قلناهم في الجدول، انهي واحد؟ جاوب. اجاوب بالنيابة عنك، هعتبرك قلت صح. يعني طالما بتقول ريبليسمنت، يبقى انا عايز الكورتيزون الناتشرال اللي هو طبيعي في جسمك، هو ده اللي انا اعمل لك بيه ريبليسمنت. مين الطبيعي اللي كان في جسمي؟ كان اسمه هيدروكورتيزون، مش ده الطبيعي اللي هو كان اسمه كورتيزول الاسم التاني له. يبقى لو انا عايز اعمل لك ريبليسمنت، يبقى انا ادي لك ده، هو ده اللي ينفع للريبليسمنت. كويس. نمره 6، الشوك والايه والهايبوتنشن، زي ما شرحنا من شويه، انا لو عندي شوك وهايبوتنشن بدي لك كورتيزون. طب ليه؟ عيد لي تاني، قول لي والله عشان بيعمل سولت ووتر ريتنشن. نمره 2، بيقلل الانفلاماتوري ميدييتور والهيستامين ريليز، اللي هم ممكن يكونوا جزء من الباثوجينيسيس بتاع الشوك. طيب نمره 7، مالجنانسي، الايه، الاورام السرطانيه. لما بنيجي نعالج ليمفوما او لوكيميا او مالتيبل مايلوما او غيره، غير دول كمان، هريحك، اي كانسر في الدنيا له بروتوكول، جزء من البروتوكول العلاجي بتاعه ان احنا بندي ديكساميثازون مع حقن الديكساميثازون. ليه؟ علشان حاجتين، اكتبهم ورايا. نمره 1، كل الادويه اللي بنديها للكانسر ادويه توكسيك، والكورتيزون او الديكساميثازون هيقلل التوكسيستي بتاعه الانتي كانسر دراجز. ادي 1 ما تنساش اهو. نمره 2، الادويه بتاعه الكانسر كلها بتعمل نوزيا وفوميتنج، والديكساميثازون اللي بنديه ده لو افكت ايه، بيقلل النوزيا وبيقلل الفوميتنج بشكل رائع جدا. فاحنا كأن عندنا سببين منطقيين جدا يخلونا ندي كورتيزون مع أدوية السرطان. أقولهم تاني، نمرة 1، إنه بيقلل التوكسيستي أوف أنتي كانسر دراجز. نمرة 2، إنه بيمنع النوزيا والفوميتنج اللي يوجوالي أسوشيتد وذ ذا يوز أوف أنتي كانسر دراجز. نمرة 8، سيريبرال إيديما. سيريبرال إيديما اللي هي إيه؟ مية في البرين بتيجي نتيجة الحوادث. واحد عمل حادثه بالعربيه او وقع من مكان عالي او اتخبط في راسه،
فبنيجي نعمل ام ار اي نلاقي عنده سيريبرال إديما وديس اورينتيشن ويبقى في غيبوبه وكده. طيب دايما الطلبه يوقفونا في دي، دايما يوقفونا في السيريبرال إديما دي، وكانهم تحس ان الطالب ايه، كانه اصطادك، كانه يقول لك اخيرا يا دكتور بقى انا اصطادتك بقى، اخيرا وقعتك. ليه يا سيدي؟ يقول لي الله، إديما سيريبرال إديما يا مفتري يا اللي ما عندكش ضمير. اقول له طب بس بالراحه يعني، ايه يعني انت زعلان ليه؟ يقول لي اصل انت لسه من شويه قايل لنا ان الكورتيزونات غالبا بتعمل سولت اند ووتر ريتنشن وبتورم الجسم، مش كده؟ احنا لسه قايلين ان يعني غالبيه الكورتيزونات، بلاش كلها يعني، بتعمل سولت اند ووتر ريتنشن، يعني هي بتورم. تيجي تقول لي بتعالج اديمه؟ ده هي كانت المفروض تزود الاديمه، مش عيب يا دكتور؟ تلاقي طالب كده يقول له يا دكتور يعني مش عيب تبقى كده عندك يعني في السن ده وتيجي تغلط غلطة. لا يا سيدي بالراحة بقى كده، هنرد عليك واحدة واحدة. سيريبرال إديما أنا تحديدا أما بستخدم كورتيزون لها بستخدم نوع واحد من الكورتيزون، اللي هو مين؟ اللي هو الديكسا ميثازون، مش حاجة تاني يعني، ما بستخدمش الهيدروكورتيزون. كويس؟ طيب الديكسا ميثازون ده هل ده كان له بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن؟ الإجابة لا، ده كان صفر، كان زيرو، سولت ووتر ريتنشن بتاعه كان زيرو، انما كان باورفول ومعلم واستاذ ورئيس قسم في ايه، في الانتي انفلاماتوري، كان بياخد رقم 30 لو انت فاكر على السكيل في المقارنه، كان بياخد 30 ضعف، ده هو 30 ضعف الهيدروكورتيزون كانتي انفلاماتوري، انما مالوش سولت ووتر. يبقى ده اول رد على حضرتك في كونه بيعمل سولت ووتر، مش هيعمل سولت ووتر ريتنشن. فما ايه ها، ده اول حاجه. طب نمره 2، هو سبب الإديمة ايه اللي حصلت لي نتيجه ان انا عملت حادثه بالعربيه؟ هو انا لما اتخبطت في راسي جالي إديمة ليه؟ الإديمة اللي حضرتك اللي جات لنا دي نتيجه تيشو انجري، الشخص اللي بقع من على سطح البيت او اللي بتخبط في راسه او اللي بتخبط في الدركسيون العربيه، الإديمة اللي عنده دي في الحقيقه اتز انفلاماتوري إديمة من التيشو انجري. ركز كده، ها اتز ها انفلاماتوري إديمة، يعني إديمة جت نتيجة الانفلاميشن، نتيجة الانجري. طب ما يبقى منطقي جدا انه ياخد ديكساميثازون لانه انتي انفلاماتوري، ده هو اقوى انتي انفلاماتوري فيهم كلهم. امتى بقى تبقى غلط وامتى بقى يبقى فعلا انت يعني تتحاسب؟ اذا قلت لي ان انا هعالج السيريبرال إديمة بهيدروكورتيزون، اقول لك لا انت كده غلط، لان الهيدروكورتيزون ده هو ده هو نفسه بيعمل سولت ووتر ريتنشن وما كانش له انتي انفلاماتوري افكت يعني قوي. انما الديكساميثازون انتي انفلاماتوري محترم جدا، فهيقلل الايه الكابيلاري بيرميابيليتي والانفلاماتوري إديمة، وفي نفس الوقت هو نفسه مش هيعمل سولت اند ووتر ريتنشن. فبيسموا الديكساميثازون ده ايه؟ بيسموه سيريبرال دي هايدريتنج ميجر. يعني بص بقى كده الله يكرمك، احنا بنعد دلوقتي يوزز مش كده، مش كل يوز من دول ينفع له نوع من يعني، مش اي كورتيزون ينفع، كل حاجه من اللي احنا قلناها كان لها نوع سبيسيفيك من الكورتيزون. لما جيت للريبليسمنت ثيرابي قلت لك ما ينفعش غير هيدروكورتيزون، لان انا طالما بعمل ريبليسمنت يبقى انا عايز حاجه ناتشرال. طيب لما جيت للشوك والهايبوتنشن اخترت الهيدروكورتيزون. ليه اخترنا الهيدروكورتيزون؟ لانه ده اللي بيعمل سولت ووتر ريتنشن، وانا لما يكون عندي شوك انا عايز ايه؟ سولت ووتر ريتنشن عشان اصلح الضغط، فيبقى ده انسب. انما لما جيت للايه للسيريبرال إديمة ما قلتش هيدروكورتيزون، قلت ديكساميثازون. يبقى شفت بقى ان الجدول اللي احنا كتبناه في الاول نفعنا بقى دلوقتي ازاي. اخر حاجه بقى الايه الحاجه اسمها يعني دايما ينسوها دايما ويعني ما بتتقالش كتير، انما هي حاجه مهمه، اللي هي الماتوريشن بتاعه اللنج في الاطفال اللي هيتولدوا بري تيرم، اللي هم الاطفال اللي بيتولدوا يعني انت عارف ان الحمل عندنا في الستات في الانسان يعني الحمل عندنا من 38 ل 40 اسبوع. إذا في طفل هيتولد أو الأم لأي سبب هتولد بري ترم، يعني هتولد عند 34 أسبوع يعني 7 شهور مثلا أو أقل، لا إحنا بقى كده إيه هنستخدم الكورتيزون عشان نحافظ على اللنج بتاعة الفيتس ما يحصلش فيها ضرر. بس دي مش عارف أشرحها هنا، أنا عامل لها صفحة لوحدها، أنا عامل لها الصفحة دي عشان إيه ناخد راحتنا كده في الشرح. إيه حكاية اللنج ماتوريشن دي بقى؟ بصوا كده معانا يا شباب، زي ما قلت لك مدة الحمل الطبيعية في الإنسان من 38 إلى 40 أسبوع. كويس؟ عند
يعني نير فول ترم، يعني لما تيجي الست الحامل تقرب من الشهر التاسع اللي هو ميعاد الولادة، ربنا من رحمته يخلي اللنج الالفيولاي تصنع خلايا معينة في الالفيولاي تصنع حاجة اسمها سيرفاكتنت. السيرفاكتنت ده وظيفته ايه؟ وظيفته يقلل السيرفس تنشن بتاع الالفيولاي، بحيث ان الطفل لما يتولد، لان عضلات جسمه ضعيفة جدا وربنا عايز اللنج تتفتح بسهولة، ما عندوش عضلات زي وزيك، فربنا يقوم عند الاسبوع رقم 38 قبل الولادة كده بايه، ب15 يوم، يبتدي السيرفاكتنت ده يتصنع وايه، ويقلل السيرفس تنشن ويخلي الالفيولاي الاكسبانشن بتاعها سهل جدا، اللي هو الديستنشن والكولابس سهل قوي، عشان الطفل لما يتولد يعرف ياخد نفسه بسهوله. اذروايز لو ما حصلش كده الطفل هيتولد من غير سيرفاكتنت ومش عارف ياخد نفسه، فهيدخل في حاجه بيسموها ريسبيراتوري ها ديستريس سيندروم. انا كده لسه ما دخلتش في موضوع اللي انا جاي له، انا بشرح لك ايه قصه كده دلوقتي. فهمتها كويس؟ وجد بقى ان في ستات لسبب ما تروح لدكتور النساء يقول لها انت مش هتستحملي تقعدي 38 اسبوع، احنا هنولدك عند 37 اسبوع، عند 34، عند اقل من كده. ليه؟ الرحم عندك فيه مشكله، او في يعني في مشاكل كتير بتخلينا نولد الستات عند 4 بريتر. طب ما هو كده الست اللي هتولد بريتر مؤكد انه الطفل اللي هيتولد ده ما عندوش سيرفاكتنت، وبالتالي هيتولد عنده ريسبيراتوري ديستريس سندروم، مش هيعرف ياخد نفسه لما يتولد، ويضطر بقى يدخل حضانه واكسجين ودوشه طويله. طيب نحلها ازاي بقى؟ جم العلماء لقوا ان السيرفاكتنت ده لما بتكون في ايه، في جسم في اللنج بتاعه العيال الصغيره اللي هو نير فول تيرم، بيبقى معتمد على الكورتيزون في جسم الام. يعني الكورتيزون اللي في جسم الام هو اللي بيخلي اللنج عند الطفل تكون سيرفاكتنت نير فول تيرم. قالوا الله، طب ما خلاص كده اتحلت. بما ان السيرفاكتنت ده معتمد على الكورتيزون اللي هو بيطلع من جسم الام عند الاسبوع 38 ويكون سيرفاكتنت، طيب ما انا لو عرفت ان في ست هتولد عند الاسبوع 34، طب ما انا اديها كورتيزون، ادي للام كورتيزون انا من بره. ليه؟ علشان يوصل لللنج بتاعه الفيتس ويخليه يتكون سيرفاكتنت، بما ان الموضوع معتمد على الكورتيزون. كويس جدا. هنختار انهي كورتيزون بقى؟ هنختار نوع من الكورتيزون اسمه بيتا ميثازون. لا هو هيدروكورتيزون ولا هو ديكسا ميثازون بتاعه اللي فات، لا هنختار نوع اول مره تسمع اول مره تيجي سيرته اسمه بيتا ميثازون. ليه بقى؟ لان سؤال انا هساله لك، هو البيتا ميثازون او الكورتيزون اللي انت بتديه للام ده، سؤالي هو حضرتك بتديه للام هي الام اللي عايزاه، ولا انا بديه علشان يوصل لللنج بتاعه الطفل فيقوم يكون سيرفاكتنت؟ الاجابه انا بديه عشان يروح للطفل، عشان يروح لللنج بتاع الطفل، عشان تكون سيرفاكتنت وامنع الريسبيراتوري ديستريس سندروم. طيب كويس قوي. طب ما انا قايل لك من شويه ان الكورتيزونات لما بديها بتمسك في البلازما بروتين، لو مسكت في البلازما بروتين اللي هو الجلوبيولين ها والالبومين كده، مش هتقدر تعدي البلاسينتا ولا تقدر توصل للايه، للطفل للجنين. أمو عشان كده اختاروا البيتا ميثازون. ليه؟ لأن البيتا ميثازون ده النوع الوحيد من الكورتيزونات كلها اللي احنا شرحناها اللي ما بيمسكش في البلازما بروتين بنسبة كبيرة، الفري بارت بتاعه عالي، وبالتالي لما هديه للأم مش هيمسك في البلازما بروتين قوي، الفري بارت هيبقى كتير، هو ده اللي هيعدي البلاسينتا ويوصل للجنين ويخلي اللنج عنده تكون سيرفاكتنت، وتلاقي الايه الام بتولد عند 34 اسبوع والطفل بتولد 10/10 وما عندوش ريسبيراتوري ديستريس سندروم. بتلاقي دكتور النساء الشاطر اللي عارف انه هيولد الست عند 34 اسبوع يجي كده قبل الولاده ب 48 ساعه او ب 3 ايام يديها حقنه بيتا ميثازون 12 مللي جرام، وبعد 24 ساعه 12 مللي جرام تانيين. كويس؟ ويقوم مولدها بعد 24 ساعه، يعني هم 3 ايام، يديها النهارده حقنه بيتا ميثازون وبكرة حقنة بيتا ميثازون ويولدها اليوم اللي بعده. كده هو ضامن 100% ان الطفل ده هيتولد without respiratory distress syndrome. هل ينفع حاجة غير البيتا ميثازون؟ الاجابة لا. طب لا ليه؟ جاوب انت بقى الكلام اللي احنا قلناه من شوية.
نيجي بقى للادمنستريشن، احنا كده خلصنا الايه استخدامات الكورتيزونات عموما، نيجي بقى ندي كورتيزون ازاي. انا هنا ما اقدرش اقول لك الدوز بتاعت الكورتيزون ايه، لان احنا بنستخدم الكورتيزون في امراض، يعني عشرات الامراض مئات الامراض، كل مرض له دوز معينه وله نوع كورتيزون معين وله طريقه معينه، فانا ما اقدرش يعني اقول لك الدوز كام، انما هنقول لك بعض الملاحظات المتعلقه بالدوزنج او بالادمنستريشن. بفرض انك بتدي كورتيزون كرونيك، يعني انك بتدي الكورتيزون لمده طويله، او عيان بياخد كورتيزون لغرض ما لفتره طويله، هقول لك بعض الملاحظات اللي ايه اللي تخدمك. نمره واحد، عندنا مصطلح اسمه ايكويفالنت دوز. يعني ايه ايكويفالنت دوز؟ دلوقتي انا هفترض مثلا ان انا عندي ادرينو كورتيكال انسفيشنسي، عندي اديسون ديزيز، وجيت لك وانت دكتور اندوكرينولوجي ما حصلتش، قلت لي انا هديك ريبليسمنت ثيرابي هيدروكورتيزون مثلا، انا همشيك على 20 ملي جرام في اليوم هيدروكورتيزون كريبليسمنت. كويس، جيت في يوم من الايام عايز تغير الهيدروكورتيزون بنوع تاني، وليكن اي نوع، بريدنيزولون مثلا، هل هتديني من البريدنيزول برضو 20 ملي جرام؟ الاجابة لا، مش ممكن، لان الكورتيزونات يا شباب كانت مختلفة في البوتنس بتاعتها. الهيدروكورتيزون ده كانت قوته كنا بنديله واحد، انما مثلا البريدنيزولون ده كانت قوته كام؟ كان بياخد 4 كأنتي انفلاماتوري، مش كده؟ والتاني اللي بعده كان بياخد 10، واللي بعده بياخد 30. اذا مش كل كورتيزون زي التاني، فاذا لما اجي اغير من نوع لنوع لازم اعمل حاجة اسمها ايه بقى؟ الجرعة المكافئة. فمثلا اذا كنت بتدي 20 ملي جرام من الهيدروكورتيزون، اذا كنت عايز تبدلهم ببريدنيزولون، فالجرعة المكافئة اللي تساويها هي 5 ملي جرام بس. ليه؟ لان ده كانت قوته 1 وده كانت قوته 4، ده كان في القوة، البريدنيزولون ده كان 4 اضعاف قوة الهيدروكورتيزون، وبما انه 4 اضعاف قوته يبقى لما تيجي تدي ما تديش 20 ملي جرام، ادي 5، عشان لما تضرب 5 في 4 يطلعوا 20، يبقى دي اسمها الجرعة المكافئة. انا بقى هسيبك تعمل تدريب كده واقول لك طب ولو انا عايز ادي ايه ديكساميثازون، يعني عايز ابدل الهيدروكورتيزون بديكساميثازون ادي كام؟ ارجع بقى للجدول وشوف كان الايه الديكساميثازون قوته كام، وترجم بقى الايه ال 20 ملي جرام دول يا ترى هتساوي كام من الديكساميثازون اللي كانت قوته 30 ضعف، وهكذا. يبقى ايه ده ما يخص كلمه ايكويفالنت دوز عشان لحد جاب لك سيرتها. اتنين، مساله انك امتى تدي كورتيزون. لو انا بدي كورتيزون بشكل كرونيك يعني على مدى سنين او شهور، ايه الوقت الصحيح انك تديه فيه؟ الوقت الصحيح هو الصبح صباحا. ليه صباحا؟ لان احنا عندنا حاجه اسمها سيركيديان ريزم. جسمك اصلا لما بيصنع كورتيزون اللي هي السوبرا رينال الادرينال جلاندز دي، اما بتصنع كورتيزون دايما بتصنعه الساعه 6 صباحا، ما بين 6 و8 الصبح. طيب حضرتك لو انا محتاج ادي لك كورتيزون من بره اضافي على اللي عندك من جوه، يعني اللي عندك مش مكفي فانا بدي لك اضافي مثلا من بره، اديهولك امتى؟ اديهولك الصبح مع السيركيديان ريزم، عشان ما لخبطلكش جسمك. جسمك ربنا خلقه انه يجي له كورتيزون الصبح، زي فنجان القهوه الصبح كده اللي حضرتك بتشربه، يعني الجسم بيصحى الساعه 6 الصبح تقوم الادرينال على طول مطلع لنا شويه كورتيزون. لو انا محتاج كورتيزون اضافي انا يصح اديه في الوقت ده علشان ما لخبطش السيركيديان ريزم، ما اجيش مثلا اديه لك بالليل كده هلخبط الجسم وهلخبط الايه الساعه البيولوجيه او السيركيديان او البيولوجيكال كلوك بتاعه الجسم. ثلاثه، الملاحظه الثالثه، انا لما باجي ادي كورتيزون يا شباب يوم ورا التاني ورا التالت لمدة طويلة، كده في احتمال ان انا اعمل سبريشن للاندوجينس كورتيزون سيكريشن، صح؟ صح ولا لا؟ اه تمام، لان انا كده ممكن اعمل انهيبيشن للحاجة اللي كان اسمها بيتويتري او هايبوفوزيال ادرينال اكسس اللي احنا شرحناه في الاول. طيب عشان اتجنب الحكاية دي اعمل ايه؟ عملوا طريقة كده لذيذة جدا، قال لك بدل ما تدي الكورتيزون كل يوم بشكل متكرر، لا اديه يوم ويوم. ازاي يا سيدي؟ قال لك هنفرض انك بتدي 20 ملي جرام مثلا يوميا من نوع معين وليكن مثلا هيدروكورتيزون، بتدي منه 20 ملي جرامز بير داي. في طريقه احسن، بدل ما تدي كل يوم 20، لا خلينا ندي 40 ملي جرام يعني ضعف الجرعه ونفوت يوم، يعني اديك النهارده 40 ملي جرام وافوت اليوم اللي بعده وبعدين 40 ملي جرام وهكذا، بدل ما يبقى كل يوم 20. ده بيسميه
alternative day therapy. طب ليه بنعمل الحكاية دي؟ الحكاية دي الحقيقة لها ميزتين. الميزة الأولانية لما بديك double the dose أنا كده بدي لك effect كويس، يعني بجيب rabbit effect. اتنين، اليوم بقى اللي الأجازة ده اللي أنا ما بديلكش فيه الكورتيزون بدي فرصة للإيه للإندوجينس كورتيزون سيكريشن إنه يشتغل، يعني كأني بدي أجازة للجسم علشان ياخد فرصة إن الأدرينال سيستم أو الإيه الهايبوثالامو هايبوفيزيا الأدرينال سيستم ما يحصلوش سبريشن. نمرة أربعة، الملاحظة الرابعة، لو أنا حضرتك بديلك كورتيزون لمدة سنين طويلة أو شهور طويلة أما أجي أوقف الكورتيزون يصح إن أنا أوقف الكورتيزون جراديوال. طيب إيه بقى كلمة مدة طويلة اللي إحنا عمالين نقولها دي؟ كلمة مدة طويلة في عرف الكورتيزون يعني في الفيلد بتاع الكورتيزون يعني 21 يوم. إذا مدة إعطاء الكورتيزون زادت عن 21 يوم بنقول إن كده أنت بتدي إيه؟ دي لونج بيريود أو لونج ديوريشن. لما تيجي توقف الكورتيزون ما ينفعش توقف الكورتيزون فجأة، لازم تعمل جراديوال withdrawal. طب افرض بتدي كورتيزون لمده 15 يوم ووقفت، براحتك وقف زي ما توقف مفيش مشكله، لان دي ما اسمهاش لونج بيريود. لونج بيريود يعني 3 اسابيع فيما فوق اكتر، يعني دي اسمها لونج ديوريشن في عرف يعني في مصطلح الكورتيزون. طيب نيجي بقى للايه للادفيرس افكتس، ومش هنقول كلمه جديده عن اللي احنا قلناه، احنا هنجمع بعض المشاكل من اللي احنا قلناه ونلمهم على بعض كده في صورة adverse effects. اول حاجة اتروجينيك كوشنج سندروم، منطقي جدا اللي احنا قلناه من شوية، ان الشخص اللي بياخد كورتيزون لفترات طويلة هيحصل له مون فيس وبفلو هامب وثين لمب وويك ماسلز، والسكر اللي عنده هيرتفع والبلاد بريشر هيرتفع، والصورة دي اسمها كوشنج سندروم. تحصل لو حضرتك بتدي كورتيزون مثلا لو كان هيدروكورتيزون الجرعة مثلا بتاعته 100 ميلي جرام، يعني هو الجرعة بتاعت الهيدروكورتيزون احنا دايما بنديه 20 ميلي جرام بير داي، يعني ده تقريبا كده. لو الدوز وصلت ل 100 ميلي جرام لمدد اكتر من 2 ويكس الشخص هيحصل له ايه؟ كوشنج سندروم. يعني من فضلك ما تجيش تقول لي انا لو خدت حقنة كورتيزون يا دكتور هيجي لي كوشنج؟ لا، عمر ما يجي لك كوشنج. طب يا دكتور لو خدت كورتيزون لمدة اسبوع يجي له كوشنج؟ ابدا، عمر بيجي لك كوشنج. شرط الكوشنج ان حضرتك تتخطى الجرعه ايه بتاعه الهيدروكورتيزون مثلا، يعني اذا كان هو 20 ملي جرام انت خدت 5 أضعاف الدوز ولمده طويله، يعني لمده ايه تجاوزت الاسبوعين. في الحاله دي ممكن نلاقي بدا يظهر عندك كوشنج سندروم. اميون سبريشن، طبعا زي ما انت شفت كده انه بيعمل سبريشن لكل الاميون سيستم، وبالتالي اللي بياخد كورتيزون بيبقى عرضه لانه يجي له انفكشن. نمر الثلاثه الهايبرتنشن، طبعا هايبر جلايسيميا احنا قلناها من شويه لانه بيقلل البريفرال جلوكوز يوتيلايزيشن. بيبتيك ألسر، تمام البيبتيك ألسر لان الكورتيزون بيقلل ايه؟ بيقلل البروستاجلاندينز اللي في الاستومك. مش احنا قلنا انه بيعمل سبريشن لانزيم اسمه فوسفو لايباز اي 2 اللي كان مسؤول عن انتاج البروستاجلاندينز كلها، اللي من ضمنها البروستاجلاندينز الطيبه اللي بتحمي المعده. طيب يعني اللي بياخد كورتيزون يبقى جسمه ما بيكونش بروستاجلاندينز الطيبة الحلوة، تقوم المعدة يحصل لها ايه؟ بيبتيك ألسر. نمرة 6 يرفع ضغط العين زي ما قلت لك لانه بيقلل الايكوس هيوبر درينج. نمرة 7 اوستيوبوروزيس، هشاشة في العظم لانه بيقلل الماتريكس بتاعة البون وبيزود الكالسيوم اكسكريشن. الجروث ريتارديشن لانه كاتابوليك على البروتين. الدبريشن على السي ان اس، انا قلت لك الكورتيزون بيعمل يوفوريا فولود باي ديبريشن. الست الحامل بقى لو خدت كورتيزون في الشهور الاولى للحمل، يعني لو خدت في الفيرست تريمستر كورتيزون فترات طويله ممكن الطفل يتولد بحاجه اسمها كليفت بلد. هنا انا عارف ان بعض الطلبه هيقفولي، يا دكتور انت مش لسه قايل ان ممكن الست الحامل تاخد كورتيزون لو هي هتولد بدري اللي هي البري تيرم ليبر؟ طب يا دكتور ما انت بتقول لنا ان هو الوقت تراتوجينيك، نصدقك من شويه ولا الوقت هتصدقني في الحالتين؟ من شويه انا قلت لك ان الست اللي هتولد بري تيرم هتاخد حقنه اسمها بيتا ميثازون، حقنه مرتين بس، حقنه النهارده وبعدين بكره حقنه وبعدين تولد على طول، يعني حقنه مرتين. امتى؟ ده قبل الولاده. انما دلوقتي انا بقول لك لو ست حامل خدت كورتيزون في الشهور الاولى للحمل، يعني لمده شهرين مثلا، شهرين متواصلين وفي الشهور الاولى للحمل، ده موضوع مختلف بقى تماما.
لو خدت، لو ست حامل خدت الكورتيزون لفترات طويله في الشهور الاولى، ممكن الطفل، وبقول ممكن يعني مش لازم تحصل، ممكن الطفل يتولد بالشفه المشقوقه دي اللي هي بيسموها كليفت بلت، ودي نسبتها مش عاليه قوي يعني، يعني من كل 100 ست مثلا بتاخد كورتيزون ممكن واحده منهم الطفل يتولد بكليفت بلت، وبسيطه جدا، جراح بسيط خالص هيصلحها بغرزتين يعني، فما يعني ما تعملش ازمه. نمره 11 على السكن، اذا كنت حضرتك بتستخدم كورتيزون كتير على السكن، مع الوقت هيحصل سكن اتروفي، والسكن هيبقى ايه، السمك بتاعه هيبقى رقيق جدا، وسهل جدا ايه انه يعني تيجي تعمل كده في السكن تلاقيه بينزف. ليه؟ لان السكن ده تحته طبقه من البروتين اسمها كولاجين، وانا قايل لك ان الكورتيزون ايه على البروتين بيعمل ايه، كاتابوليز، بيعمل بروتيوليزس، يعني مع الوقت الكورتيزون بيعمل بريك داون للكولاجين اللي تحت الجلد، فممكن يعمل سكن اتروفي وايه وهايبو بيجمنتيشن، ده اذا استخدم لفترات طويله. اخر حاجه بقى، لو قلت لك صادن وزدرول، لو حضرتك بيمشي العين على كورتيزون لفترات طويله، واديني قلت لك كلمه فترات طويله يعني اكتر من 21 يوم، لو جيت وقفت الكورتيزون، انا وصيتك انك توقف الكورتيزون جراديوال، لو حصل بقى وقفت الكورتيزون فجاه الايه الشخص يدخل في اكيوت اديسونيان كرايسيس، هشرحها لك حالا، هشرح لك الايه القصه دي واقول لك علاجها ايه. بس قبل ما اشرحها وقبل ما اسيب السلايد دي، انا ما بنساش مره وانا بمتحن طالب في الاورال اكزام من كام سنه كده، كان طالب مش مذاكر، كان طالب بسيط كده ورقيق الحال، والحقيقه انا حسيت انه مش مذاكر، فانا عايز يعني اجبر بخاطره وادي له درجه يعني تنجح. فقلت له يعني انت مذاكر ايه؟ عشان انا عايز اقول لي مذاكر كذا واساله فيها وخلاص وادي له درجه. فقال لي مذاكر الكورتيزون. قلت له كويس، اسالك في الكورتيزون؟ قال لي اه. قلت له طيب، طبعا نقيت اسهل حاجه خالص، انا بقول لك انا بتلكك علشان ادي له درجه. فقلت له ممكن تقول لي استخدام او اتنين كده للكورتيزون؟ انا طبعا اظن مفيش اسهل من كده، لانه انت شفت الاستخدامات بتاعه الكورتيزون ايه؟ كتيره جدا، اي انفلاميشن، اي اليرجي، اي اوتو، يعني كتير. فانا كنت متخيل ان اقول كلمتين كده وهدي له درجه. فوجئت بالاتي، لقيته قال لي ايه، اول انا بقول له ايه اليوزز اوف كورتيزون، لقيته بص كده وقال لي ايه، ديابيتس. ديابيتس؟ لا، ديابيتس ميليتس، الكورتيزون يستخدم في الديابيتس؟ قال لي اه، ده هو كده اختار حاجه يعني، ده نحس يعني، لانه اختار حاجه مش ليست موجودة في اليوزز خالص بتاعت الكورتيزون، ده بالعكس، ده هي ادفيرس، ده الكورتيزون بيعمل هايبر جلايسيميا. بدأت اضغط شوية، قلت له طيب مش مشكلة، قول لي يوز تاني للكورتيزون، انا عايز اديله درجة. يوم يقول لي ايه بقى؟ بيبتك ألسر. كنت هشد في شعره، بيبتك ألسر؟ ده دي من ضمن الادفيرس افكت، ده الكورتيزون بيعمل بيبتك ألسر، انا هستخدم كورتيزون في بيبتك ألسر ازاي يعني؟ بدات بقى كده افقد اعصابي، وقررت ان انا ايه، قلت له طيب اختار لك حاجه تانية كده براحتك، وقول لي ايه، قول لي يعني لو قلت لي يوز واحد بس، اي يوز كده صح هدي لك درجه. قال لي الليفر، امراض الليفر. اتفائلت، قلت كويس، كان نفسي اقول هيباتايتس مثلا، او ايه اوتو اميون هيباتايتس تحديدا يعني، او طالما الليفر. يوم يقول لي ايه بقى، انا قلت له ايه في الليفر، لانه انت بتقول يعني امراض الليفر يعني زي ايه في الليفر، يوم يقول لي فايرال هيباتايتس. فايرال هيباتايتس، ده الكورتيزون بيعمل اميونو سبريشن، ولو اتاخد في فايرال هيباتايتس العيان مش هيكمل 48 ساعه. احلف لك ان لو عنده فايرال هيباتايتس واخد حقنه كورتيزون، انا احلف لك دلوقتي انه ما هيكمل 48 ساعه ويكون منتهي. يعني تحس ايه ان بعض الطلبه كده يعني غريب جدا. انا بحاول اسهل عليه على اساس ان انا ما بقول له قول الاستخدام للكورتيزون، كنت متخيل انه هيقول اي استخدام من اللي احنا قلناه، انما تصادف انه يختار لي ثلاث استخدامات هم في الحقيقه كونترا انديكيشنز للكورتيكوستيرويدز. نرجع بقى لموضوعنا، احنا كنا في الادفيرس افكتس، كنت بكلمك على انه الكورتيزون لو حضرتك بتديه لفترات طويله ووقفته فجاه، العيان يجي له حاجه اسمها اكيوت اديسونيان كرايس. ايه بقى الاكيوت اديسونيان كرايس او انسفيشنسي دي؟ اللي بيحصل كالاتي، انا لو اديتك كورتيزون من بره لفترات طويله تتجاوز ال21 يوم،
انا كده كاني تقريبا بعمل سبريشن للايه للاكسس ده، لان الكورتيزون هيطلع يعمل سبريشن على البيتويتري ويعمل سبريشن على الهايبوثالامس، فالايه فالاكسس ده واقف خلاص ما عادش شغال كانه مش موجود. يبقى انا كده معتمد على ان جسمك معتمد على الكورتيزون اللي بره. طيب لو جيت اوقف الكورتيزون فجاه والاكسس ده واقف والجلاند دي واقفه ما بتطلعش كورتيزون، اللي يحصل ان ضغطك هيوطى فجاه، لان الكورتيزون كان اسينشال. الكورتيزون اللي في جسمك اللي بتطلعه السوبرارينال جلاند ده فيري اسينشال علشان ضغط دمك يبقى مظبوط والملح مظبوط في جسمك والدنيا مظبوطه. فالانسان هيجي له شوك على طول لو انت وقفت الايه الكورتيزون فجاه، ويجي له حاجه اسمها اكيوت ادرينو كورتيكال انسفيشنس. هنلحق بالاتي، هنلحقه على طول بالاتي، نديله فلويدز طبعا عشان نصلح ضغطه، لانه بيبقى جاي لنا المستشفى ضغطه واطي. ياخد سالاين اي في لحد ما ضغطه يتصلح، ياخد هيدروكورتيزون من بره في صوره حقن 100 ملغ. وهيدروكورتيزون انا منقي الايه منقي النوع اللي هو ناتشرال هيدروكورتيزون اهو، ياخد 100 ملغ كل 8 ساعات لحد ما ايه ضغط دمه يبقى ستابلايزد. وما فيش مانع ياخد اي سي تي اتش في حقنه اسمها ايه ساينكتين او اي سي تي اتش نص ملغ، ياخدها انتراماسكولار على اساس ان الاي سي تي اتش دي تروح تشغل الجلاند بسرعه وتخليها تطلع كورتيزون. فده علاج الايه الاكيوت ادرينو كورتيكال انسفيشنسي. 1 2 3 ياخد فلويدز، 2 ياخد هيدروكورتيزون 100 ملغ كل 8 ساعات انتل هيز بلاد بريشر از ستابلايزد والجسم يبقى ستابلايزد والووتر بالانس والدنيا تبقى كل حاجه مظبوطه. ومفيش مانع ياخد حقنه ايه اي سي تي اتش نص ملغ. اخر حاجه بقى الكونترا انديكيشنز او موانع الاستخدام، اللي صاحبنا الطالب اللي انا سالته عدهم لي، يعني عدهم لي في صوره يوزز وهم في الحقيقه موانع استخدام. اول حاجه الايه وجود اي انفكشن تمنع استخدام الكورتيزون، خصوصا لو كانت الانفكشن دي فايرال او تي بي، يعني الاثنين دول اكتر حاجتين تخاف منهم من الكورتيزون. يعني ممكن اتسامح معاك لو اديتني كورتيزون مثلا وانا عندي بكتيريال انفكشن وهو غلط، لكن ممكن اتسامح معاك لو كان في ما يدعو لانك تديه او كان في منطق وراء انك تديه، انما عمري ما هسامحك لو اديتني كورتيزون وانا عندي فايرال او تي بي. ليه بقى؟ لان الاميونيتي اجينست الفيروس والتي بي الاميون ريسبونس تي سيلز، يعني تي سيل ميديتد. والكورتيزون استاذ ورئيس قسم انه يروح يعمل سبريشن، هو بيعمل سبريشن للاميون سيستم كله، بس دي اكتر واحده بتتاثر. فاذا احنا هنعمل فليرنج للانفكشن. تاني حاجه ممنوع فيها الدايابيتس ميليتس، لان الكورتيزون بيرفع السكر في الدم. انما برضو هرجع اقول لك لو عيان محتاج، لو هو عنده دايابيتس ومحتاج كورتيزون لسبب ضروري مفيش مشكله، لان في الحاله دي يصبح الايه الكونترا انديكيشن ده ريلاتيف كونترا انديكيشن. ريلاتيف يعني نسبي تعتمد على تقديرك انت. انما هنا في حاله الفايرال انفكشن فهو ابسوليوت كونترا انديكيشن، يعني مش تعتمد على تقديرك، لا ده هو ابسوليوت، يعني مفيش حاجه تبرر انك تدي كورتيزون ابدا في وجود فايرال انفكشن. انما وجود دايابيتس هو الكورتيزون مكروه اعطائه، لكن ممكن لو في حاجه يعني لو انت مضطر له قوي. برضو لما يكون في هايبرتنشن، لان الكورتيزون بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن. وارجع اقول لك برضو الموضوع ده موضوع نسبي، لو انت محتاج كورتيزون في وجود هايبرتنشن ماشي. بيبتيك ألسر، لو انا عندي بيبتيك ألسر ابعد عن الكورتيزون لانه بيقلل البروستاجلاندينز اللي هي بتحمي المعده. انما برضو ارجع اقول لك الموضوع ده نسبي. في البريجننسي في الايرلي بريجننسي ليه علشان ممكن الطفل برضو يحصل له كليفت بلد، بس برضو كل ده نسبي. الله ده انت كده كانك عايز تقول لي ان معظم الكونترا انديكيشنز بتاعت الكورتيزون معظمها ريلاتيف كونترا انديكيشن، يعني ايه؟ يعني نسبيه، يعني ممكن التجاوز عنها. ممكن لو انا محتاج كورتيزون لغرض ضروري جدا اغمض عيني واتجاوز عن الكلام ده وايه واحاول اظبط نفسي، انما اللي ما غمضش عيني ومش هسامحك عليه كلمه ايه بريزنس اوف انفكشن لو كانت فايرال او كانت تي بي، لان الاثنين دول لو خدوا كورتيزون هيتبهدلوا. وان كان في بعض الكتب بتقول في بعض الحالات البسيطه يبقى العيان عنده تي بي وادي له كورتيزون، انا حافظهم والله بس مش عايز اقولهم لك عشان ما اشغلكش بيهم، يعني مش ضروري تعرفهم قوي. اعرف بس ان في حالات التي بي في الغالب كده احنا ما بنديش كورتيزون خالص، وفي حالات الفيروس برضو اي فايرال انفكشن ما بنديش كورتيزون، وخصوصا اما يكون فايرال هيباتايتس او اتش سي في، لان مريض الاتش سي في لو اخذ كورتيزون بقول لك مش هيكمل اسبوع ويكون منتهي، لان يحصل له فليرنج قبل الانفكشن والكبد عنده هيتبهدل. كده خلصنا الكورتيزون، نشوفكم ان شاء الله بقى في الدرس اللي جاي اللي هيبقى حاجه عن الكالسيوم ميتابوليزم.